يقول إنه قد ابتلي بالنظر إلى المحرمات، يقول فما الحل الشرعي الذي يؤدي إلى تركها؟ هذا ما هو بعذر، تقول إنه معتاد إن هذا الشيء ولا يصبر عنه، ما هو بعذر هذا، عليك إنك تبتعد عنها، لا تجي الأمكنة اللي فيها فتنة وفيها شر، ابتعد عنها، ابتعد عن الأسواق اللي فيها نساء، ابتعد عن محل الفتنة، اعتزل وابتعد عنه تسلم. نعم. أو تنظر في القنوات اللي فيها فتنة، أو الشاشات اللي فيها أزياء معروضة شر وتعري، وما ابتعد عن هذه وسائل الشر. نعم.